يو السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى كلشي بخير، كلشي على احسن حال. المهم اليوم الرابع في رمضان، عرفت شنو غادي ندير؟ عندي واحد البلان، غادي نخرج نقضي دابا شي حاجه، بقى معنا باش تشوفوا نهار كيفاش غادي يدوز. بحال ولا غادي نمشي نصور شي لعيبات، ولا بقى معنا باش تشوفوا كيفاش غادي يدوز النهار. اوكي، المهم اول حاجه غادي نديرها دابا هي غادي نلبس عليا وغادي نخرج. الا بقى معنا باش تشوفوا كيفاش غادي نصوركم شي لعيبات وكذا. اوكي، الو غادي دابا غادي نلبس عليا باش غادي نخرج. و حاجه اخرى، اسمحوا لي كنصور غير بالتليفون حيتاش الكاميرا اللي كنصور بها دائما، كنصور بها دابا، غادي نصور بها دابا فيديو ديال اليوم. اوكي، نصور واحد كليب ديال واحد خانه. المهم بقاو معنا باش تشوفوا الفيديو كيفاش غادي يدوز. يو الدراري، المهم حنا في الطريق دابا، معنا محمد. واش محمد؟ واش المهم الدراري، حنا ماشي نتلاقاو داك الصاط اللي غادي نصورو لو كليب. المهم بقاو معانا. اوكي، النهار مشماش اليوم. يا الدراري، المهم حنا كنصورو شي لقطة هنايا انا و الصاط. المهم بلاصتي ديالو نخليوها في الديسكريبشن تحت، دخلو عندو ابوني. الكليب الاخر ديالو كنت صورته له، دخلوا الدراري ديروا لايك كومونتير. اوكي خويا سلطان محمد، اي 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 خليكم مع السينماتيك. اليوم الفطرة اخويا فيها شكرا اليوم مصاري دراري بيس عبد الله. اوكي اوكي سكواد، اول ماي سكواد في ستافير اليوم دراري غنطلعو شي كليب الهربة خويا. الهربة الهربة ياك اخويا المدينة العتيقة. يا دراري المهم خلي كاميرا، بزاف الناس كيسقسوني كيفاش كنصور، يعني باش كنصور وكذا. جاوبت عليكم في كيوت ان فيديو اللي فات. المهم ها باش كنصور الدراري بينو بينو. اوكي، كانون ريبير في 3 اي هضره ما كيبغيش تخرج ليها زعما. يا الدراري المهم حنا سايين دابا التصوير. او ما او ماي سكواد. المهم الدراري تشوفوا في الدار، جاني الجوع بزاف، جاني عطش بزاف. شفا جاك شي عطش اليوم؟ والو سخاط. وانت انا؟ هلا جاك الجوع العطش؟ والو تو. المهم كان فلوك قصير. المهم جاتني واحد الخرجة على غفلة فهمتي، وبغيت نوريكم يعني النهار اليوم كيفاش عدلت وكذا. قالوا بقى معنا تنهضر معكم شي حاجة مهمة في الدار. اوكي بيس الله. ياو 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 ياو. المهم انا غادي نسالى الفلوق ديالنا، وكنبغي نقول لكم خليوا لي في الكومنتير كيفاش جاكم الفلوق ديالنا ديال اليوم. هذا اول فلوق يعني عمري حاولت نصور شي فلوق شحال هادي، يعني هذا اول فلوق ديالي. المهم ديروا لي كومنتير قولوا لي كيفاش جاكم الفلوق. اوكي، الحاجه اللي بغيت نشير ليها وقبل ما نسالي هذا الفلوق هذا، اللي هي واحد السؤال كيوصلني بزاف بزاف بزاف، وديجا هضرنا فيه ودابا بغيت نهضر فيه باش نساليو هذا الموضوع هذا. انستغرام الخوت اللي كيسولوني بزاف الناس كيفاش طلعوا الانستغرام. اوكي الوغ
انستغرام الا بغيتي تطلع اخويا الا بغيتي تطلع اختي يعني خصك تبع كاين شورت الو شوف شوف انت شنو باغي تتبع يعني ليش اللي باغي تتبعو واش هو فاشن واش هو ستريت فوتوغرافي ولا ناتورال فوتوغرافي ولا يعني كاين بزاف ديال النيش كاين بزاف ديال الحاجات تقدروا تعدلوهم شوفوا نتوما شنو غادي تختاروا الوغ ملي تفكروا وغادي تختاروا واحد الحاجه يعني خاصكم تتبعوها غادي تبقاو ديروا يعني تتبعوا ديك الحاجه اللي اخترتوا نتوما مثلا اخترت فاشن غادي نبقى نزل تصاور غير ديال الفاشن تشوز جاكيت غادي نزل بزاف ديال الحاجات اللي خاص اللي متعلقين بالفاشن حاول تجنب يعني سيلفيز حاول تجنب يعني تصاور اللي غادي يخليو الانستغرام ديالك ما يمشيش متوازن يعني غادي يخسروا الفيد ديالك وحاولوا يعني في لي بوست ديالكم تبقاو ديروا الهاشتاغ اللي يعني الهاشتاغ اللي كيعبر على داك الشيء اللي في الفوتو مثلا كاين اللون الاخضر ولا اللون الاحمر يعني كتكتبوا اللون الاحمر الاخضر في الكومنت البلاصه اللي صورتوا فيها مثلا موروكو سبين يو اس اي المهم طاقيو البلاصه تكتبوا يعني الهاشتاغ ديال داك البلاصه وبالنسبه لي للنهار يعني كل نهار حاولوا تبوستوا ثلاثه حتى لجوج ديال التصاور المهم ثلاثه جوج ديال التصاور ما تفوتوهمش في النهار ديروا هادشي هذا الهاشتاغ ديروا يعني تفاعلوا زاد هذه الحاجه مهمه بزاف ليا التفاعل الوغ حتى اللعبه ديالي يعني خصك تفاعل مع الناس باش يرجعوا لك التفاعل ياك ادخل مثلا على هاشتاغ ديال فولو فور فولو ولا لايك فور لايك غتلقى بزاف ديال الناس عاملين دي بوست عاملين داك الهاشتاغ انت عدير لهم تشوف مثلا بنادم اللي بادي عدير له لايك فولو عادير لك حتى هو لايك فولو يعني غادي يتفاعل معاه غادي يرد لك التفاعل حتى هو اوكي متفاهمين على هاد الهضره هادي من هنا غادي يكون عندك انستغرام يعني شهر حتى لشهرين غادي يكون عندك تقريبا واحد 15000 ابوني في انستغرام تفاعل واعر يعني شي حاجه واعره بزاف اوكي المهم كنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم كنتمنى هاد الفلوغ يكون عجبكم خليو لي في كومونتير كيفاش جاكم الفلوغ المهم خليكم على خير نشوفو فيديو اخر ان شاء الله بيس des quartiers du 2 où c'est pas joli.